السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوت كده الظهر بعد ما خلصناه بالكالونات بتاعته، ادي كالونة في النص ولسه ما اتكواش اهو، كالونة في النص اهي ماشي، ادي دي كالونة النص اهي، وادي كالونة على الجنب ده وكالونة على الجنب التاني اهو، تمام. ارفع شوية ماشي، وديت اهي الخياطة بتاعته اهي، تمام، الشيمة بتاعته، وادي السوست اهي مش باينة خالص، تمام. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنقفل بقى ايه البلوزة دي كلها، هنقفل الكتف والجناب بتاعتها، اسمها هنعمل ايه، هنطبق البلوزة، هنطبق البلوزة الصدر على ايه، على الظهر، وهنشوف هنعمل ايه في الكتف، حاجة اسمها شداد بيتركب عشان يخلي الكتف يمسك ايه نفسه كده، هنقعد على المكنة ونقفلها مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه. هنبدأ بقى دلوقتي ماشي، قعدنا على المكنة اهو، ادي الصدر معايا، هروح قافل اول حاجة الكتاف مع بعضيها اهي، هنبدأ بقى نخيط نطبق البلوزة، اول حاجة الكتف اهو معايا، ادي اول كتف، ادي التاني اهو، وهنشوف هنركب الشداد ده ازاي. الشداد ليه؟ الشداد في حد ذاته بيعمل ايه؟ بيظبط الكتف معايا، بيدي الكتف ايه؟ غنى بمعنى اصح، ويبقى ماسك نفسه. باجي على القداماني اهو، الشداد بتبقى ايه؟ من نفس القماش، بس خلي بالك ماشي، القماش ده كده عرض القماش معايا، يبقى الشداد باخده بالطول عشان ما ايه، ما يمطش معايا في حاجه. لا اهو بروح جاي حته اهي مركبها مجوز، واجي اروح اعملها كده. اوعى تاخدها بالموروبه او حاجه، لا على ايه، على شرطه القماش. يعني ايه شرطه القماش؟ ده اللي انا هوريهولك دلوقتي. يعني انا باجي على القماش كده اروح شرطه اهو كده كده ماشي، عشان يبقى ماسك نفسه، يعني حتى يمكن ما بقصهوش بالمقص، بشرطه عشان يبقى ايه، ماسك نفسه ومظبوط على اتجاه القماشه بالظبط اهي كده. يبقى ادي الكتف اهو، كده الكتف اهو تركب. بعد كده اروح جاي مقفل ايه الجناب معايا اهي، تمام، ادي الزياده بقى اللي انا سايبها معايا جوه، وزي ما قلت لك ما تخافش مش هتعمل معاك حاجه. الجناب، ويبقى كده عملت ايه، طبقت البلوزه كلها، طبقت البلوزه كلها، القداماني والوراني مع بعض. يتبقى معايا ايه بقى؟ يتبقى معايا الكم بس. الكم انا هصوره؟ لا انا مش هصوره الكم، انا هنزل لك فيديو معمول شارح فيه الكم كاملا، مفيش احسن من كده. يعني مش هعرف، يعني انا عن نفسي انا اللي شرحه، لا مش هشرحه بنفس الشكل ده كده تاني، مش هشرحه بنفس الشكل ده كده تاني. بظبط اهو الاتنين مع بعض، قفلت جنب وادي الجنب التاني، وهنعمل بقى البلوزة اوفر
على المفتوح بالنسبة للجناب، يعني كل جنب لوحده، وبالنسبة للايه؟ بالنسبة للكتف يتعمل الاوفر على الايه؟ على المقفول. بالنسبة للكتف هنا بعمل الاوفر على المقفول، بالنسبة للجنبين بعمل الاوفر على المفتوح عشان المساحة بتاعتهم كبيرة. تمام؟ تعالى نقفل الجنب التاني اهو. ماشي؟ لاحظ ان انا قفلت حتة الاول عشان اظبط من اول الامبير كده، عشان انت بتبتدي هنا من فوق بتبتدي هنا من تحت، فعشان ما فيش جنب يطلع معاك اطول من جنب. افهم الكلام اللي انا بقوله كويس، لو انت مش فاهمه اكتب لي وانا افهمه لك مره ثانيه. زي ما قلت لكم الكمام انا مش هشرحها، انا ايه هنزل لك فيديو قديم مشروح فيه ايه الكمام كاملا بعد ما احدثه ان شاء الله، ويبقى كده معاك البلوزه كامله من اول من بدايتها الى ايه الى نهايتها. تمام كده، يبقى انا طبقت البلوزه اهي، ماشي، الكتاف اهي بالشداد بتاعها بكل حاجه، هعمل الكلام ده اوفر، ويبقى انا كده وقفت لك البلوزه على ايه على الكمام اللي انا هنزلها لك. ما تنسناش من صالح الدعاء، ماشي، الدعاء بظهر الغيب. ادي البلوزه اهي قدام حضراتكم اهي، ده كده من قدام اهو، ماشي، باينه اهي قدامكم اهو. تمام، ونازله بالوسع اللي احنا عايزينه. تعالى نبص عليها بقى من تحت، ماشي، شايف بقى الشكل عامل ازاي من تحت اهو، ماشي. نكمل معايا الناحيتين طبعا زي بعض، يعني الناحيه الثانيه اهي، ماشي، تبان بقى ايه في اللبس، وتبان لما تتعلق وتتقفل وتتصور وهي ايه وهي متقفله. بص يا سيدي، ادي الظهر معايا بالكالونات بتاعته اهي، بالسوسته السحريه اهي كده. البلوزه يبقى مش فاضل فيها الا الكمام وتقفيله بايه حوض الرقبه من فوق. ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب. الاعجاب بالفيديو شرط اساسي مطلوب من حضراتكم فضلا لامرا، على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، وزي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله تستفيدوا منه. الدال على الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا، على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا، ويبقى فيه تشعب في المساله نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي، هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض، بس على اساس ايه ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب. الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم، على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدال على الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.